تشكيل حكومي جديد يضم الخبرات والكفاءات اللازمه لاداره المرحله القادمه، خطوه تاتي لتحقيق التطوير المرجو في الاداء الحكومي ومواجهه التحديات التي تواجهها الدوله. بعد تجاوز العديد من الازمات بدايه من ازمه كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مرورا بالحرب الروسيه الاوكرانيه، وصولا الى الحرب على قطاع غزه وتداعياتها على المنطقه والعالم، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومه جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية تجديد الثقة في مدبولي جاء بعد تنفيذ معدلات عالية خلال السنوات الماضية في عدد من المشروعات القومية منها حياة كريمة وتطوير الريف المصري وصولا إلى مشروع رأس الحكمة وغيرها من المشروعات على طريق الجمهورية الجديدة ملفات مهمة على رأس قائمة أولويات الحكومة الجديدة، منها ملف بناء الإنسان المصري ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، على أن تكون فلسفة التغيير القادمة قائمة على الاعتماد على الخبرات والكفاءات والتوسع في وظيفه نائب الوزير